جدول رحلات الطيران لهذا اليوم مشاهدينا، والبداية من مطار معتيقة حيث ستقلع منه خمس رحلات محلية، ثلاث رحلات إلى بري، ورحلة إلى طبرق، ورحلة إلى غات. أما عن الرحلات الدولية مشاهدينا التي ستقلع اليوم من مدرج مطار معتيقة، فكما هو مبين أمامكم على الشاشة ست رحلات إلى تونس، ورحلتان إلى صفاقس، ورحلة إلى المونستير، ورحلة إلى عمان، وثلاث رحلات إلى اسطنبول. We'll be right back.